بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مرة أخرى قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أعود إلى التذكرة والنصيحة التي بدأت بها الدرس الماضي، فأقول لأخواتنا النساء اللائي يحضرن هذا الدرس: نحن لم نقل سنغلق هذا المصلى في وجوههن رأسا، لا، ولا نفعل ذلك، لكننا حذرنا من أن الأمور إذا استمرت على هذا المنوال فلا بد عندئذ أن نستغني عن هذا الخير الذي نعتز به ولله الحمد. هذا ما قصدته، وهذا ما قصدت إليه اللجنة المسؤولة عن أمور هذا المسجد. وأظن أن هذه النصيحة قد حلت في مكانها الملائم من نفوس أخواتنا اللائي يحضرن هذه الدروس للفائدة. وأظن أن كل واحدة منهن ستكون خير حارس للنظام الذي نرجوه، وللنظافة التي يأمر بها ديننا، ولكل الأمور التي تحدثنا عنها، لا سيما موضوع الأطفال الصغار الذين يؤتى بهم إلى الدرس. وجود هؤلاء الصغار جدا يبعد ضمانة النظافة عن المسجد. مستحيل أن تكون هنالك ضمانة نظافة للمسجد مع وجود هؤلاء الأطفال، إلى جانب النصائح الأخرى التي ذكرتها، وهي كلها أمور دينية وتنظيمية، وإسلامنا دين النظام ودين النظافة. ولقد اقترحت أن يكون المشرف على نظام هذه الدروس النسوية في مصلى النساء رجل لا امرأة، حتى تكون هنالك ضمانة أتم لسير النظام على النهج السليم، وحتى يكون هذا المشرف عونا لأخواتنا اللائي يشعرن بالغيرة كما نشعر على النظام وعلى النظافة وعلى الشروط التي لا بد من توافرها. فإذا سارت الأمور على هذا المنوال، هذا ما نبتغي نحن. يعني أنا أتي إلى هذا المكان للتذكرة، والنساء أقرب ربما في كثير من الأحيان إلى الاستفادة من كثير من الرجال، فما المصلحة في أن نصد أو نرد باب المنفعة؟ لا، لكن كما قلت من قبل، القاعدة الفقهية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلنتعاون جميعا على درء المفاسد عن مجالسنا ومساجدنا بالطريقة التي ذكرتها، وبالتعاون الذي ينبغي أن يتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نحتاج مرة أخرى إلى أن نقول الكلام الذي يمكن يعني يحزن، كما أحزن كثيرا من أخواتنا اللائي نشهد ونحسب أنهن من المخلصات لله سبحانه وتعالى في الاستفادة. باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. بحوث الصوم قلنا سنؤخرها إلى شهر رمضان إن شاء الله تعالى، وإذا أحيانا الله. يلي بعد ذلك باب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. بدأ الإمام النووي كعادته الباب
ببعض من أي كتاب الله سبحانه وتعالى المتعلقة بهذا الموضوع. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه عينات من الآيات التي يؤكد البيان الإلهي فيها ضرورة إخراج المسلم زكاة ماله بعد توفر الشروط التي لا بد منها في ذلك. أما بقية الآيات فكثيرة جدا. كلمة الزكاة في اللغة العربية تأتي بمعنى التطهير وتأتي بمعنى النماء أيضا والزيادة. وإنما سمى الله عز وجل هذا المال الذي فرضه على من يملكون قدرا معينا من أنواع معينة من الأموال، إنما سمى الله هذا المبلغ الذي أمر بإخراجه زكاة لأن هذا المبلغ الذي يتم إخراجه يطهر بقية المال ويزيده أيضا ينميه كما سنجد وكما سنتحدث. إذن من أجل هذا سمي هذا المال الذي يخرجه الإنسان زكاة. ما هي الزكاة أيها الإخوة في مصطلح الفقه الإسلامي؟ باللغة العربية زكاة مال الطهارة والنماء. في المصطلح الفقهي ما هي الزكاة؟ الزكاة مبلغ معين من المال يجب إخراجه من أموال معينة هي في مجموعها تتصف بأنها قابلة للنماء، يعني قابلة للزيادة. إذن هو قدر معلوم من المال يتم إخراجه من نوع معين من المال وبشروط معينة. هذا المال الذي يتم إخراجه أو يجب إخراجه يسمى زكاة. وكلمة الزكاة في الآيات التي ذكرنا بها الإمام النووي رحمه الله تعالى تعني هذا المبلغ أو هذا المقدار. هذا المال يجب إخراجه من الأموال القابلة للنماء. أما المال الذي لا يقبل النماء بحد ذاته فلا يتعلق به زكاة. دار تسكنها لا يجب فيها الزكاة. أثاث تستعمله لا تجب فيه الزكاة. سيارة تستعملها لخدماتك الشخصية لا تجب فيها الزكاة. نعم، لأنها أموال غير نامية. مال آخر نقود جمعتها وتراكم بعضها فوق بعض في صندوقك، هذا المال قابل للنماء أم لا؟ قابل، تتاجر به ينمو، تشغله ينمو، فإن ما شغلته أنت المسؤول، إذا تتعلق به الزكاة. هذا المال وضعته في عمل تجاري، يعني اشتريت به سلع تجارية وأخذت تقيمها بيعا وشراء، إذا هذه سلع تجارية أموال نامية أم لا؟ نامية، إذا تتعلق بها الزكاة. الأنعام يعني الأغنام الأبقار الجمال أموال نامية أم لا؟ طبعا نامية، إذا تتعلق بها الزكاة. الزروع كذلك. هذه الزكاة تبدأ من نسبة لا تقل عن 2.5% ثم تعلو وتعلو إلى أن تصل في بعض الأحيان وبالنسبة لبعض الأموال إلى 10%. فمثلا النقود الأموال الباطنة تجب الزكاة فيها بنسبة 2.5% لا أكثر. لكن مثلا الزروع في بعض الأحيان تجب فيها الزكاة بنسبة 5% إذا كان الإنسان يتكلف عليها السقي والنضح ونحو ذلك، وقد يجب أن يدفع عليها 10% إذا كانت هذه الزروع لا تحتاج
إلى سقل، ومن ثم لا يتكلف على ذلك شيئا. أما زكاة الأنعام فلها نظام آخر معروف بيانته لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزكاة في هذا الشكل المختصر الذي أوضحه ركن من أركان الإسلام، فمن أنكر الزكاة فقد كفر قولا واحدا. يعني من أنكر وجوب الزكاة في المال هكذا فقد كفر وارتد عن دين الله عز وجل. وجمهور العلماء على أن كل مسلم يجب أن يخرج زكاة ماله إذا توفرت الشروط والأركان، كان المال مالا زكويا وبلغ المال نصابا وحال عليه الحول في الأموال التي تجب فيها الحول. نعم. فمن لم يخرج زكاة ماله يقاتل، وهذا حكم الشريعة الإسلامية. يعني هل يقاتل قرية أو أهل قرية لا يدفعون زكاة أموالهم من دولة؟ ما الموقف دولة الإسلامية؟ ما الموقف الذي تقفه؟ تجبر، تلزم. فإن لم ينقض هؤلاء الناس لذلك يقاتلون على كما فعل سيدنا أبو بكر رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذا اختصار من يعني خلاصة الأحكام التي يجب أن نعلمها فيما يتعلق بأمور الزكاة. ثم بدأ الإمام النووي يعرض لنا طائفة من الأحاديث التي جمعها فيما يتعلق بوجوب الزكاة وما يتعلق بشروطها وأركانها وما إلى ذلك. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، يعني خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث من أشهر الأحاديث المعروفة، وهو حديث متفق عليه. نعم، بل هنالك أحاديث كثيرة كلها تتضمن هذا المعنى. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجيبه يعرفه عن أركان الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل الذي من نجد: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، أي إلا أن تتنفل يعني، وهي ليس ضرورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل، أخذ الجواب، أدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أيضا هذا الحديث متفق عليه. نقف عند هذا الحد ونعود إلى شرح هذه الأحاديث. أولا أيها الإخوة، نلاحظ من التأكيد والتكرار اللذين يركز البيان الإلهي بهما على مسألة الزكاة في القرآن، نلاحظ مدى أهمية الزكاة. ما أظنكم ترون آية يأمر الله عز وجل فيها بالصلاة إلا ويقرن الصلاة بالزكاة.
هذا شيء يلفت النظر. ثم الأحاديث الكثيرة التي جاءت في الأمر والعزم على إخراج الزكاة وفي التحذير الشديد من التقاعس عن إخراج هذه الضريبة الربانية في المال، كل هذا شيء مخيف أيها الإخوة، بمقدار ما هو شيء مهم أيضا إيجابيا. قبل أن ندخل في التفاصيل والبيانات وما إلى ذلك، فهل نحن المسلمين اليوم على مستوى أداء هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام كما ننهض بالصلاة؟ يعني نحن مقصرون في الصلاة، نسبة من يؤدي الصلاة لا أعلم، لكنها نسبة قليلة بالنسبة لمجموع المسلمين. ومع ذلك أنا أستبشر إذا استطعت أن أعلم أن نسبة الذين يدفعون زكاة أموالهم من المسلمين هم بمستوى نسبة الذين يصلون. فإذا قلنا 50% يصلون، إذا 50% يدفعون زكاة أموالهم يا حبذا. لكن الذي أتبينه وأعلمه من أصحاب المعرفة ومن الرجال الذين يحتكون بأمثالهم وزملائهم في الأسواق، الذي أسمعه شيء مرعب وشيء مخيف جدا. شيء مرعب أن أسمع أن نسبة الذين يدفعون زكاة أموالهم لا يبلغ 7%، وأنا حملت هذا الكلام على يعني شيء من المبالغة، قلت لعلهم 10%، فأكد لي أبدا 7% أيضا أكثر من الواقع والحقيقة. الذين يدفعون زكاة أموالهم تماما عدلا ونقدا كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هنالك نوع من الازدواج في حياتنا الإسلامية. كيف يعني ازدواج؟ في الصلاة الشخصية الإسلامية تبدو واضحة ولله الحمد، مساجدنا تمتلئ. عند دفع الزكاة يغيب جل هؤلاء الناس ويظهر النقيض، إذا هذا هو الازدواج. أن تجد إنسانا إذا أذن للصلاة هرع إليها وخف إلى أدائها في المسجد، ولا سيما في رمضان في التراويح وما إلى ذلك. فإذا دعا الداعي إلى دفع زكاة المال وجدت أن معظم هؤلاء الذين تفيض بهم المساجد تبخروا. طبعا نستثني الفقراء الذين لم يتعلق هذا الحق بأموالهم لأن أموالهم لم تبلغ النصاب. طيب نحن نستثني هؤلاء، لكن جل من يعيشون في هذه البلدة أموالهم تزيد على النصاب والزكاة تتعلق بأموالهم. نجد أنهم قد ابتعدوا، هم مسلمون بالنسبة للصلاة وغير مسلمين وملتزمين بالنسبة للزكاة. هذا ازدواج مخيف جدا. الصلاة لا تكلف صاحبها شيئا، وإذا اعتاد الإنسان على أن يصلي ويذهب إلى المسجد دائما وزملاؤه يرونه في المسجد، توجد هنالك يعني عادة بدنية تحفزه على الصلاة وتنفصل عن المعنى الديني، لا سيما إذا كانت له أهداف دنيوية للصلاة، وكثيرون هم. أما الزكاة ضريبة، الزكاة مال يقتطع من ما يظنه الإنسان قد امتلكه من المال. هنا تأتي التجربة. نعم، الباري سبحانه وتعالى لذلك يؤكد ويؤكد ويؤكد. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أفاض في الحديث عن الزكاة وأهميتها والتحذير من عدم أداء حق الله فيها أكثر بكثير مما أفاض في موضوع الصلاة. قارنوا بين الأحاديث الموجودة الصحيحة عن الزكاة عن الصلاة والأحاديث الموجودة في الزكاة، تجدون فرق كبير في الكم. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله أطلعه
لأن الكثير من أمتي من بعدي سيتقاعسون عن إخراج الزكاة وسيكونون تجسيدا لقول الله تعالى وأحضرت الأنفس الشح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر يقول إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم، وإن الفقراء لن يجهدوا إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، وإن الله محاسبهم فمعاقبهم على ذلك عقابا شديدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحذير خطير. إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكتلة المالية الموجودة في بلدة ما في مكان ما دائما في كل عصر لو وزعت تكفيهم جميعا. الكتلة المالية الموجودة في دمشق أو الموجودة في حلب أو الموجودة في أي بلد من البلاد، إذا فتتت هذه الكتلة ووزعتها لرأيت أن هذه الكتلة تسع كل واحد وتزيد. لكن طيب لماذا لم يوزع الله بادئ ببدء على كلهم؟ لا، البارية الثانية، نعم، جعل الكثير من حقوق الفقراء موجودا أمانة في جيوب الأغنياء. هذا معنى قوله تعالى إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يسع فقراءهم. ترى ثم كلفهم الله أن يؤتوا لهؤلاء المستحقين حقهم، ليس المال مالهم، هذه وديعة وأنتم أمناء على توزيع إعادة هذه الوديعة إلى أصحابها. هل سيفعلون؟ يجرون أم لا يفعلون؟ يعاقبون. ضمن دار ابتلاء، دار تكليف، والتكليف هكذا يكون. نعم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، وطريقة الفتنة هذه هي. فإذا ما عاد كل واحد من هؤلاء الأغنياء وفرز الزائد عن ماله وأعطاه المستحق، الغني الثاني فعل ذلك، والثالث والرابع والعاشر والعشرين فعل ذلك، تجد أن الفخر زال وأن الغنى عام وأن الأمر استتب والعدالة ظهرت. لكن طيب نحن ننظر فنجد أن الفقراء يظلون فقراء. لماذا؟ يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجهد الفقراء إذا عروا أو جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ينامون على أموال هؤلاء الفقراء ويلقونها في أيديهم أو في صناديقهم، ومن ثم يجهد هؤلاء الفقراء لأن مالهم وين موجود؟ في صناديق هؤلاء الأغنياء العتاد. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيف، وربي عز وجل يهدد بأن الله سيحاسبهم ويعاقبهم على ذلك عقابا شديدا. ولو أن هذا العقاب أجل إلى يوم القيامة وكل واحد يلاقي جزاءه، ما المشكلة؟ يقول أنا الحمد لله عم ادفع على زكاتنا لأن ما راح يصيبني شيء من عقاب هؤلاء. لكن الشيء المخيف أن الله عز وجل يعاقبهم عقابين، عقاب في دار الدنيا وعقاب في دار الآخرة. عقاب الدنيا ليس خاصا به، يصيب رشاشه المجتمع كله، هكذا هي سنة الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تقولون والله نحن ما لنا علاقة، لا، العقاب الدنيوي يصيب رشاشه الكل، وسنذكر الحكمة من ذلك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه ابن ماجه والبيهقي بأكثر من طريق من حديث عبد الله بن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم وأعيذكم بالله أن تدركوهن. شو خصال خطيرة يعني، ما هي؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها
إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي يعني الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. الفاحشة معروفة، ما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها يعني يستخفون بها إلا بيحصل هذا. ولم ينقص المكيال والميزان كناية عن الغش وأنواعه في المعاملة إلا أخذهم الله بالسنين بالجوع بالشدة وشدة المؤونة وجور السلطة، إلا أخذهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطة. طيب، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا بنيوا قطر السماء. ولولا البهائم لم ينطروا، يعني يمنعهم الله من أكثر حقوقهم لكن تنزل بقايا من أجل البهائم، ولولا البهائم لم ينفروا. طيب، ولا نقضوا عهدا من عهود الله سبحانه وتعالى إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره. نقض العهد معهم نعم، ولا وما تركوا ترك أمراءهم الحكم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما ترك أمراءهم الحكم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. هي الواقع أن الخصال الخمس ابتلينا بها، والواقع خير شاهد على ذلك، لكن محل الشاهد موضوع الزكاة. الفاحشة انتشرت في كثير من البلاد كما تعلمون باستخفاف وباستهانة وإلى آخر ما هنالك، وتنظر فتجد أن التحذير من هذا لا يلقى أذنا فاضية. يا أخي، هذه الفواحش لو الإنسان ارتكبها سرا ماشي الحال، الله سبحانه وتعالى ستير يستر، لكن هذا الإعلام بها وهذا التباهي بها، نعم هذا الحديث عنها في الجرائد في المجلات وما إلى ذلك بهذا الشكل، أو عدم ملاحقة المستخفين بها، ما يصير. بل ماذا النبي ماذا قال؟ ما ظهرت الفواحش في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع الأمراض التي لم تكن في أسلاف. مضبوط هذا الواقع ولا لا؟ من هم الذين كانوا يسمعون بالإيدز قبل 50 سنين، قبل 100 سنين، وأمراض أخرى أيضا؟ كذلك نقص المكيال والميزان، كذلك موضوع الزكاة. طيب، نحن الآن عندما نمنع زكاة أموالنا كما يقول تجار السوق نسبة لا تزيد على 7%، وهو يراها يعني نسبة مبالغ فيها، يقول نعم هذا شيء مخيف مرعب. ونحن نجد أن قطر السماء يتراجع ويتراجع ويتراجع، طيب النتيجة هذا شيء مرعب وشيء مخيف جدا. خلاصة هذه الأمور الخمسة التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله ربه ألا يدركها أصحابه، لكن ها هي قد أدركتنا نحن، ومعنى ذلك أنها أمر خطير وسبب لبلاء وذيل ولهلاك عظيم. بأسنا بيننا شديد، أليس كذلك؟ بأس المسلمين اليوم بينهم، والعدو إنما يتغلب عليهم بهذا البأس الذي يجري بين المسلمين جيرانا إلى جانب جيران. طيب، سلط الله عز وجل على المسلمين عدوا من غيرهم أم لا؟ سلط عليهم. أخذنا بالسنين يعني الأزمات الاقتصادية أم لا؟ أخذنا بالسنين. ظهرت الأوجاع التي لم تكن فيما قبلنا، ظهرت الأوجاع. ألا نعتبر بهذا؟ ألا نعتبر؟ نعم، يعني ينبغي أن يكون دائما في المسلمين من يذكره. حكام المسلمين عليهم واجب، لكن نحن أيضا علينا واجب أن نذكرهم. وأصل الصحافة، أصل المنابر، كلها من أجل التذكير، لكن انظروا كل شيء مع الأسف تحول إلى أداة أخرى.
يعني لو كانت ملابس المساجد ومحافل الثقافات وأندية الثقافات تؤدي دورها في التذكير في التنبيه، والله لكان المسلمون بخير، لأن الحكام بتم عندهم منهم فطرة إسلامية، لكن يحتاجون إلى من يذكرهم، فإذا لم يوجد من يذكرهم غرقوا في هذه التيارات المختلفة واختنقوا. طيب أين هم المذكرون؟ لا يوجد. الصحابة الآن ما هي دورها؟ أنا أفهم أن دور الصحابة مثل دور المنبر، تذكير بالحق. الآن العكس تماما. نعم. وأنا بالمناسبة بين قوسين أقول أيها الإخوة، هذه الجريدة الجديدة التي تسمي نفسها الدوغري وقع في يدي العدد الأخير منها شيء مضحك، يعني كأنما يخادعون الناس ويضحكون على عقول الناس. بداخل الصحيفة عبارة عن ريبورتاج، يعني عبارة عن تحقيق عن أمور فواحش تجري في بعض المحافظات، أمور إباحية نحو ذلك، لأنه منيح يعني تنبيه، لأنه لازم على المسؤولين أن يلاحقوا وأن يطهروا وأن يتابعوا. أنظر إلى هذه الصحيفة إذا بها مليئة تغص بالصور الإباحية المثيرة، صحيح هي كاريكاتيرية، لكن الصورة الكاريكاتيرية عندما تكون موظفة بالإشارة تكون أشد إغراء من الصورة العادية. نعم قلت في من هي ويحكم تضحكون على هذه الأمة، تتحدثون عن الإباحية وما إلى ذلك، وتنبهون الدولة إلى ضرورة سد الثغرات وتطهير الأماكن، ثم تأتون فتتفقون برسم صور فاضحة كاريكاتيرية لكنها فاضحة ويقصد منها الإغراء ويقصد منها الإساءة. بئس هذه المجلة إذا كان هذا هو طريق دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. أجل نعم. أنا أتصور أنني إنسان شاب من هؤلاء الشباب، أنظر والله لا ألتفت إلى الكلام المكتوب فأستغرق في هذه الصور. الإنسان بشر، ماذا يعني هذا الذي يفعل ذلك؟ الأمة لا تصل إلى درجة البلاغة، ليست مغفلة حتى يعني يتلاعب فيها هؤلاء الناس. وأنا أريد بإخواننا المسؤولين في الدولة أن لا يدعوا هذه الجريدة وأمثالها تسلك هذا المطلق. نعم أحدهم في جريدة من الجرائد سابقا كان كل يوم ينشر صورة لامرأة وصف عارية ثلاثة أرباع عارية، والسيد الرئيس رحمه الله تعالى نعم منع هذا الأمر وأنهى مهمة الإنسان الذي كان يرعى تلك الجريدة لهذا السبب، في حين أن تلك الصور لا تبلغ في إغرائها هذه الدرجة التي تفعلها هذه الجريدة التي تسمي نفسها الدومري. ما؟ وأسمع كلام رسول الله، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يؤمنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في من قبلهم. مهمة هذه الأمة المذاكرة، مهمتنا على منابر المساجد أن نتناصح نحن والمسؤولين، نذكرهم ويذكروننا. مهمة الصحافي كذلك، هذا أصل مهمة الصحافي، لأن البعض يضحك مني عندما أقول هذا الكلام، الصحافي مهمة أنه يعمل الشيخ ويذكرنا، طيب شو عم نعمل؟ والله أنا لا أقول عن الواقع، أنا أقول عن رسالة الصحافي. ما هي رسالة الصحافي؟ التذكير بالحق، ما هو الحق؟ نحن كمسلمين ما هو الحق؟ الحق هو ما قد جاء به الله عز وجل وأوضعه لنا رسول الله وأيقن بأنه الحق بعقولنا وبعواطفنا، إذا نتذاكر دائما حول هذا على كل المستويات. نعم. وهذا ما يقوله الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي الأمة الناشئة، هذه هي الأمة المكلوءة بعناية رب العالمين، هذه نعم التواصل، شوفوا كلمة تواصل على وجه التفاعل المشاركة، رؤى
الرؤساء والمسؤولين في البلدان يوصون، انا اوصيهم، القيادة الاخرى يوصون، الصحافة توصي، الصحافة ينبغي ان تكون طاهرة مطهرة من كل الاسماك، لذلك كذلك الملاذ ايضا ينبغي ان تكون بعيدة عن المصالح وعن المقاصد وعن انتقائها لاغراض، ينبغي ان تكون الحوافز حقك في القلب، ينبغي ان تكون الحوافز نعم توجه الروح والفؤاد والعقل والكيان الى استخدام مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم نعود الى ما نحن بصدده، الزكاة. ما السبب في هذا التقصير الخطير؟ الواقع ايها الاخوة ان يعني نسبة الذين يدفعون الزكاة قليلة بهذا الشكل، ولكنها في تراجع ايضا، يعني في كل عام نسبة الذين يدفعون هذا الحق لله عز وجل في تراجع. ولقد قيل لي ان مناطق الشمال كلما اولت هكذا الى الشمال او الشرق رأيت الزكاة اكثر تضاعفا، ورأيت الناس هناك اكثر بعدا عن اعطائها، فاذا وصلت الى الجزيرة إذا الزكاة أصبحت غريبة غربة شديدة في تلك المجتمعات. هنالك مكان زراعة، هنالك مكان الاستنبات، وهنالك المكان الذي نسأل يا ترى كيف الأمطار في تلك البقاع؟ نعم هكذا. طيب لماذا؟ السبب أن الإيمان لا أقول ضعيف، الإيمان مشكوك فيه وربما غير موجود. الإيمان الضعيف لا يفعل بصاحبه هكذا، الإيمان يزيد وينقص، لكن الإيمان قد يهبط يبدو إلى أن يصل إلى درجة الشك، يعني يزيد اليقين ويحل محله الشك. لو لم يكن هؤلاء الناس شاركين فيما يقوله الله ويعد به عبادة، إذن لدفعوا زكاة أموالهم، لكنهم يشكون فيما يقول، وشك الإنسان فيما يعد الله به عباده يعني أنه لا يوجد إيمان. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا كلام من؟ إن كنا لا نعلم هذا كفر. طيب علمنا أنه كلام الله، أموقنون بهذا الكلام نحن أم لا؟ من أيقن بهذا الكلام يتاجر بذات الزكاة، لأنه يعلم أنه عندما يدفع زكاة أمواله رب عز وجل يعيد له المال الذي ضاع وعلاوة زائدة واجب أيضا عليه. فالذي لا يدفع زكاة ماله ماذا يعني؟ يعني أنه يقول في سره إن لم يقل بلسانه: لا أنا لا أنا لا أصدق هذا الكلام، أنا كيف مليون ليرة زكاة مالي أدفعها ويأتيني بعد ذلك مليونين؟ إذا أنت تقول في كلام الله، أين هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى؟ نعم، وهذا كلام ربنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم أكد فقال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا فيقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ها أنتم ترون أيها الإخوة الذي يقع ويجري. ونحن أنا أقول ومع الأسف يعني مع الأسف، وكررت هذا كثيرا، أن الذين أريد أن أبلغهم أسفي وحرقتي ونصيحتي غير موجودين. الذين أراهم أمامي وهم كثرة كافرة ولله الحمد هم من الطبقة الوسطى، فمن ربما الكثير منهم يحتاجون إلى أن يأخذوا الزكاة، وليسوا ممن فرض الله عز وجل عليهم الزكاة. لكن هؤلاء الذين نقول أن الله فرض في أموالهم مقادير كثيرة من الزكاة
واكثرهم لا يدفعها الذين يدفعون لا يزيدون على 7% لا يوجدونهم لا اراهم. وكم نصحت وقلت ادعنا الى مجالسهم في العقود وفي نحو ذلك. وانا في الواقع اخيرا يعني اصبحت اوثر عدم الاستجابة، لكن في بعض الاحيان اضطر الى ان استجيب، انظر فاجد هؤلاء نعم اصحاب البطون الممتلئة والجيوب الممتلئة نعم والبيوت الفارهة موجودين، ابحث عنهم هنا فلا اجدهم. اقول لهم بين الحين والاخر بلطف يا اخوانا انتم تدعونني الى مجالسكم اتي، طيب انا ايضا ادعوكم الى لا الى مجلسي الى مجالس اذكر فيها الله الى بيوت الله، لماذا لا تاتوا؟ لماذا لا تاتوا؟ لذلك هذا الحديث الذي يرقق القلب، هذا الحديث الذي يجعل المال امرا تافها مطيا لقلوب مرضاه الله عز وجل لا يسمعه اولئك الناس، يسمعه اناس ربما كانوا ليسوا بحاجه اليه لانهم ولله الحمد يعني ينفذون ويؤدون ما قد فرض الله سبحانه وتعالى عليهم. فاذا احتك الواحد منا بهم وقال اطلق الزفره من صدره وشكى ان الاقتصاد متراجع وان الاقتصاد خانق ومخنوق الانسان في هذا الجو السيء، هذا الكلام الذي تسمعه ولست ادري كيف ابقى هذا الكلام واسواقنا وشوارعنا تغرق بهذه اللوحات والاعلانات التجاريه الضوئيه وغير الضوئيه، انا لا ادري هؤلاء الذين يعانون من هذا الاختناق الاقتصادي كيف يتاح لهم ان يدفعوا هذه الملايين اجورا على هذه الاعلانات، كيف افهم هذا لا اعلم. فاذا دعا الشيطان الى امسيه ساهره او الى حفل او الى اي نعم بذخ مالي من ورائه فائد للنفس غاب الشد الاقتصادي وغاب العسر الاقتصادي نعم وظهر اليسر وظهر كل شيء، وتجد ان الاموال التي تدفع بدون حساب. فاذا دعا الداعي ربنا عز وجل الذي اعطى والذي رزق والذي وهب والذي خلق المالك المالك الاله قال اعطي اعطني حقي، وما هو حق الله؟ نعم الباري عز وجل ليس فقيرا هو غني، حق الله حق المحتاجين. نعم اعرض واشمخر بانفه ونسي، يا هذا انت مسلم انت مؤمن اين ايمانك واين اسلامك؟ هذا مالك؟ هذا ليس مالك. ربنا عز وجل يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ماذا يعني هذا الكلام؟ اياك ان تظن ان هذا مالك، ابدا. انا وضعته بين يديك لانظر كيف تسوسه، كيف تمارس هذا المال. نعم. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، تاكيد اخر. ارني اي ايه في القران تثبت ان الانسان يملك مالا حازه في صندوقه او في جيبه ولو بطريق القرض او الشراء، هذا عباره عن ملكيه نسبيه من اجل ان يتعامل الناس بعضهم مع بعض. اما بالنسبه لله انت لا تملك شيئا ابدا. طيب رب العالمين قال لك هذا المال الذي ودعته امانا عندك اعطه لعبادي هؤلاء، كيف تخون الله سبحانه وتعالى؟ كيف يغيب المال الذي لم تدفع زكاته؟ قلنا زكاة بمعنى النمى، يعني المال الذي يزكى ينمو، أي الذي لا يزكى لا ينمو. وعد الله أنا عم تاجر وعم ينمو مالي، لا كذاب، ستجد كيف أن مالك لا ينمو. كيف يكون هذا؟ بأن يسلط الله عز وجل على هذه البلد المشكلات الاقتصادية التي تجعل آمالك تتحطم وأهدافك تتراجع. نعم، والحاجات الاقتصادية أيها الأخوة حلقات مترابطة في سلسلة واحدة. فقطر السماء مرتبط بالنبات، النبات مرتبط بالزرع، الزرع مرتبط بالعمل الصناعي، العمل الصناعي مرتبط بالعمل التجاري، العمل التجاري مرتبط بالأجور التي يأخذها العمال والموظفون. كل
كل هذا دولاب واحد يدور بعضه مع بعض، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذا الدولاب كل الفروع الاقتصادية كلها تضرب بأمن وعلم. هذا ما يجري الآن، هذا ما يجري. نعم. طيب لماذا يعني نكابر ونتجاهل ثم نتجاهل إلى أن تأتي المصيبة عندئذ نتفاخر ونتضاءل؟ لماذا؟ لا ينبغي أن يكون الإنسان بهذا الشكل. الآن نحن على شفا جرف وفي منعطف، والتهديد الرباني يلاحقنا في مياهنا الجوفية، يلاحقنا في أرزاقنا، في نباتاتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة ورجوع إلى الرشد، والحمد لله رب العالمين.